نيجي بعد كده للنوع التاني من المفاصل بشكل عام، وهي المفاصل الصلبة Solid Joints. المفاصل الصلبة بتوصل بين العظام وبعضها بحيث ان بيتم تثبيت العظام في المفاصل الصلبة بواسطة Fibrous Connective Tissue اللي هو نسيج ضام ليفي، او بواسطة غضروف، وغالبا بيكون غضروف ليفي Fibrocartilage. حركة المفاصل الصلبة بتكون مقيدة ومحدودة عن المفاصل الزلالية، ويتم تقسيم المفاصل الصلبة لنوعين، نوع اسمه Fibrous Joints اللي هي مفاصل ليفية، ونوع تاني اسمه Cartilaginous Joints مفاصل غضروفية. المفاصل الليفية بتشمل 3 مفاصل، السوتشرز والجنفوسيز والسيندسموسيز. السوتشرز هي المفاصل الموجودة بين عظام الجمجمة، والجنفوسيز هي المفاصل الموجودة في الأسنان، والسيندسموسيز زي المفصل الموجود بين الريديس والألنا في منطقة الفور أرم. أما بالنسبة للمفاصل الغضروفية فبتشمل مفصلين، سينكوندروسيز وسينفيسيز. مفصل السينكوندروسيز بيكون عبارة عن طبقة غضروف موجودة في مركز نمو واتصال الرأس والجسم في العظام الطويلة زي مثلا الفيمر، والمفصل الثاني هو السينفيسيز، وده بيحصل بين عظمتين منفصلين بيربطهم ببعض طبقة من الغضروف زي البيوبك سينفيسيز في منطقة الحوض والإنترفرتيبرال ديسك الموجودة بين الفقرات.